الله الرحمن الرحيم. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2014. رئيس الجمهورية قرر المادة الأولى يعين السيد القاضي محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم رئيسا لمحكمة النقد. أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2014. رئيس الجمهورية قرر المادة الأولى يعين السيد المستشار علي زكي نبوي سكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة.